الحديث مشاهدينا الكرام عن ملف الفساد الحكومي في العراق، معنا آتفيا من عمان الكاتب والباحث السياسي دكتور صباح اللوم. مرحبا بكم دكتور صباح. كيف تفسر بداية الاتهامات والانتقادات الموجهة لمجلس مكافحة الفساد قبل رؤية نتائج عمله؟ حقيقة الفساد في العراق تقريبا أصبح شكل من أشكال الشرعنة، أي أنه اتخذ الصفة القانونية بسبب عمق الفساد وانتشاره في جميع مفاصل الدولة وعلى كل الصعد، على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وعلى كل الصعد الموجودة لمؤسسات الدولة. ولذلك نلاحظ أن السيد عادل عبد المهدي يغض الطرف عن كثير من القضايا التي قدمت قبله في الحكومة السابقة لمحاسبة شخصيات بعينها تمثلت بالسيد فلاح السوداني أو السيد نجم عبد الكريم نجم وغيره، محافظ كركوك وغيره من الفاسدين، إلا أن أخطبوط وشبكة الفساد الموجودة مترابطة من القوة وضعف الحكومة عادل السيد عادل عبد المهدي الذي أعطى شيئا من الضوء الأخضر لطبيعة وعمل الفاسدين في إدارة الدولة. وهذا مما جعل بصراحة عدم معاقبة ومحاسبة من مسكهم الانتربول كما قرأت في تقريركم حقيقة، وتم الإعفاء عنهم أو خروجهم ويتجولون بكل حرية في داخل العراق. ما دوافع إذن دوافع التوعد المجلس الكتاب والصحفيين الذين يكشفون عن قضايا الفساد ويطالبهم بالأدلة؟ بصراحة الأدلة واضحة المعالم، لا تحتاج إلى اتهام شخص بعينه، وإنما اتهام النظام بكامله. اتهام النظام يأتي من خلال طبيعة الأموال المالية والواردات الداخلة إلى العراق بأرقام فلكية بمليارات، ولم يجد المواطن العراقي شيئا على الواقع من حيث الإقرار في الموازنات والمشاريع وغيرها من الخطط التي رسمت منذ 2003 ولغاية الآن. هذا بحد ذاته يعطي الإمكانية للشارع والمواطن باتهام الحكومة والنظام بالفساد العميق حقيقة. ولذلك نلاحظ من أمن العقاب أساء الأدب. ويعني أليس غريبا أن يطلب من المواطن، يعني هل واجب المواطن إذا كان حتى صحفيا أو كاتبا، هل من واجبه أن يقدم الأدلة عن قضايا الفساد أم ينتقد كل حسب موقعه؟ ليس من وظيفة المواطن أو الإعلام أو غيره عملية المجيء بالأدلة وتقديمها إلى الحكومة. هذا يدلل على أن لا دولة موجودة لا حكومة موجودة. ولذلك نلاحظ يحاول من هم في رأس الهرم السلطة حقيقة التمويه من خلال هذه الشعارات والتصريحات، والمواطن لا يمتلك حقوقه وحرية البحث عن المعلومة حتى الإعلام. لو نرجع احنا إلى تاريخ من 2003 ولغاية الآن، كم من الإعلاميين والصحفيين الذين تعرضوا لكل أشكال الإرهاب من القتل أو الاتهام أو عمليات الدهس أو الاغتيال أو الخطف وغير ذلك. إذن الحقيقة ضائعة بوجود هذا النوع من أنواع الفساد الذي فرض على جميع مؤسسات الدولة. بنفس الوقت امتلكوا الإمكانيات المادية لشراء الذمم بشكل واضح المعالم، مما أدى إلى ضعف القضاء، وبنفس الوقت محاولة تسييسه بالشكل الذي يريد الفساد. وهذا الواضح أمامنا أن هناك كثيرا من وثائق الاتهام التي أسندت لكثيرا من الشخصيات، ولكن لم يتم اتخاذ الإجراء الواضح والعقاب أداء هؤلاء.
ما دمنا نتحدث عن الفساد المسؤولة عنه الحكومة، ما مدى صحة تصريحات بشأن إقالة عادل عبد المهدي أو سحب الثقة منه؟ سبق أن تحدثت من خلال قناتكم أيضاً أن السيد عادل عبد المهدي من الضعف الذي يقترن في الظرف الحالي بوجود حالة الصراع الأمريكي الإيراني، والذي طلب من حكومة عادل عبد المهدي أن تحدد موقفها من طبيعة الصراع الموجود، لم تتمكن حاليا اتخاذ قرار واضح المعالم، رغم أن هناك ارتباطات وولاءات واضحة لصالح إيران، ولكن في اعتقادي أن حكومة السيد عادل عبد المهدي الغير مكتملة لغاية اليوم قريبا سيتم بمسرحية معينة العمل على انتقادها في داخل مجلس النواب واستدعائها مع وزرائهم، ولذلك سيقدم استقالته كي يدلل على أننا بلد ديمقراطي، والعمل على المجيء برئيس وزراء جديد، وهذا أيضا شكل من أشكال الضحك على دقون المواطنين. طيب، إلى أي مدى إذن يعني تتوقع أن تتخذ الحكومة الحالية خطوات جادة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه؟ من الصعب جدا حقيقة النظام السياسي بالعراق أن يتخذ هكذا خطوات حقيقية وملموسة إلا إذا اشتدت، في اعتقادي أنا في الظرف الحالي اشتداد الصراع في المنطقة إقليميا قد يؤدي ذلك إلى حالة من حالات التغيير في طبيعة النظام السياسي، مما قد يؤهل عدد من الشخصيات الفاسدة تقدم إلى عملية المحاسبة أو المحاكمة على طبيعة فسادهم، كما لاحظنا في الجزائر في الظرف الحالي، وكذلك أيضا في السودان. الجزائر تتساقط الشخصيات الفاسدة شيئا فآخر بعد الضغط الشعبي والحراك الشعبي، وأنا في اعتقادي هذا قادم في العراق، قد يحصل خلال فترة الستة أشهر القادمة حتى نهاية هذا العام إذا ما ازدادت حدة الصراع الأمريكي الإيراني الذي سينعكس بشكل أو بآخر على طبيعة النظام بالعراق. شكرا جزيلا لك. إذن هاتفيا من عمان الكاتب والباحث السياسي دكتور صباح اللو.